مساء الخير، اهلا الصوت يا تمام؟ احمد. الصوت تمام، الصوت تمام. تمام، الصوت تمام، انا سامع تمام. اهلا بيكم في اول محاضره لينا من سلسله محاضرات رمضان اللي بتقدمها لكم الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان. طبعا جدول المحاضرات هتكون على البيج، ولو عندكم اي اسئله ابعتوا لنا في مسج واحنا هنرد عليكم. ندخل في أول محاضرة هيقدمها لنا دكتور إسلام قاسم. طبعا دكتور إسلام غني عن التعريف، هيقدم لنا محاضرة بعنوان Lasers Enlighten Your Practice. أهلا بيك دكتور إسلام. صحنا. مساء الخير. هنبدأ. الصوت واضح؟ الصوت واضح تمام. الصوت تمام. اوكي، هنبدأ. تمام، اوكي، هنبدأ المحاضرة دلوقتي. اولا احب اشكر دكتور احمد حليم على الدعوة الكريمة والايجيبشن سوسايتي بورال امبلانتولوجي. وطبعا انا اعرف دكتور احمد من حوالي 20 سنة، و I am honored to work with him since more than 10 years. مبدئيا ده البري ريزيوم بتاعي. انا اورال ماكسيلوفيشال سيرجن with special interest in facial aesthetics and laser. قبل ما ابدا احب اوضح تخصص جراحه وجه وفكين، ايه اللي بيتعمل في تخصص جراحه وجه وفكين. الاورال ماكسيلوفيشال سيرجري بتشتمل عن 10 حاجات، هي مش اكستراكشن ولا امباكشن، الموضوع اكبر من كده. بتعمل الدنتال امبلانتس، الاكستراكشن، الاورال هنا النيك باثولوجي، السليب ابنياز، الكليفت ليب نوز، التمبرو مانديبولار جوينت، ذا الكترون ليفل تو ديفرنت ليفل. والالكترون لما بيجي على الاوريجينال ليفل بتاعه بيطلع الفوتون. الفوتون بيشتمل على طاقه، الطاقه دي بتبقى مركزه، وده اللي خلى عندنا في حاجه اسمها ليزر دانستري او ليزر ميديسن او ليزر سيرجري، وما فيش عندنا مثلا حاجه اسمها هاند بيس سيرجري، هاند بيس او ساينس او وات ايفر، لان وان اوف ذا امبورتنت كاركترز اوف ليزر اتس هايلي تيونبل، اتس كولد ليزرز. عندنا نقدر نوظف الانواع من حاجه لحاجه، واقدر ان انا اشتغل بيها باكتر من انديكيشن، واقدر ان انا استعمل الماشين في اكتر من افترض نظري للفكره ان هو وانس يعني ماجنيفاي، او ان هو يقدر يكبر الطاقه بطرق معينه، وابتدى يكتب الكلام ده نظريا. ولحد ما اينشتاين ما كانش في حاجه علميه مثبته للليزر، ما كانش لسه طلع النظريه. ابتدت الساينتست يشتغلوا على القصه دي كلها، وكانت الفكره واضحه ان انا يكون عندي ميديوم، اي ام جوينج تو جيف ات انرجي، الانرجي بتخلي أو مش معلش يا جماعة، حصل عطل في الإنترنت عند دكتور إسلام، هيظبطه بس ويرجع لنا على طول.
ثانية واحدة، لحظة واحدة. أنا جاهز. مساء الخير عليكم. وانا دلوقتي طبعا حصل الدكتور اسلام قاسم في مشكله عنده تكنيكال، فانا انقاذا للموقف قلت يعني ادخل انا اغطي الليكتشر مكانه. وده طبعا موضوع غير الموضوع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه بتاع الايميديت لودنج، اللي احنا ان شاء الله باذن الله اتفقنا مع بعض هنغطيه. مساء الخير عليكم. و معلش انا على عجاله كده طلعت لكتشر كانت موجوده عندي. هي لكتشر كنت عاملها من قريب وجديده، خلينا نحكي ونتكلم عليها ان شاء الله. هو عنوانها Immediate Implant Placement Secrets Revealed. والحقيقه ان موضوع الايميديت بليسمنت من المواضيع الكونتروفيرشال قوي اللي الناس كتير بتتكلم عليها، واي واحد بيشتغل امبلانت لازم يفكر او بيقابل كتير قوي موضوع الايميديت بليسمنت. لان فعلا على طول يجي لك البيشنت يقول لك انا عايز اخلع واركب على طول، انا سمعت يا دكتور ان انا ممكن اخلع واركب على طول. فاحنا هنتكلم ان شاء الله على موضوع الايميديت امبلانت بليسمنت، بس انا مش عارف انتوا شايفين السكرين ولا لا. عشان انا هي مش شايف انتوا شايفين ايه يعني. معلش ثانية واحدة عشان نتأكد بس ان السكرين. لحظة واحدة اعمل شير سكرين. لحظة واحدة يا جماعة، برضو تكنيكال بروبلمز كده، انا هطلع وارجع لكم تاني. اوكي، انتوا كده هتشوفوا السكرين بتاعتي وكده نبدا لكتشر مع بعض. ومعلش انا بعتذر على التكنيكال بروبلمز اللي حصلت دي، الحقيقه مش عارفين نوصل للدكتور اسلام علشان نشوف المشاكل عنده ايه. وزي ما قلت لكم انا داخل كده بصوره ايمرجنسي عشان اغطي مكانه النهارده. انا بشكركم انكم موجودين النهارده معانا عشان تحضروا المحاضرات الاونلاين. احنا الحقيقه في خلال الثلاث اسابيع اللي جايين هنغطي مواضيع كتير قوي. انا هيكون ليا معاكم ثلاث لقاءات، ودي اللقاء الرابع، يعني هيكون ليا معاكم اربع لقاءات. النهارده ده ما كانش مترتب خالص، ولكن هيكون ان شاء الله عن موضوع الايميديت بليسمنت، ولكن ان شاء الله من يوم السبت زي ما قلت لكم اللي هو الميني كورس عن موضوع السرعه الفوريه او الايميديت لودنج. هيبقى انا ليه مسميه ميني كورس؟
لان طبعا موضوع الاميديت لودنج ده موضوع كبير جدا بيتغطى في حوالي يومين، ولكن انا هدي لكم برضو التيبس اند تريكس السريعه بتاعته. والنهارده كده انقاذا للموضوع عشان الدكتور اسلام عنده مشكله شويه، فنقول ان احنا هنتكلم النهارده على موضوع الاميديت امبلانت بليسمنت، اللي هو موضوع فعلا مهم وحيوي جدا الناس بتحب اللي بتشتغل امبلانتس بتقابله. موضوع الاميديت امبلانت بليسمنت انا شخصيا ممكن اقعد اتكلم فيه 3 ايام ما اخلصش الكلام، لكن انا بحاول ان انا يعني هحاول النهارده في فتره او في وقت قليل الوقت المتاح ان انا اغطي بعض الحاجات المهمه فيه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واحنا الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان حبينا نكون معاكم السنه دي يعني بطريقه مختلفه. لما نيجي نتكلم على موضوع الايميديت بليسمنت، خليني الاول اعرفكم بنفسي. انا اسمي احمد حليم، رئيس الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان وفيزيتنج لكتشر في باري يونيفرسيتي في ايطالي وبورد ممبر من لندن اورال ريستوراتيف اكاديمي. فكره ان احنا بنخلع السنه دي من الحاجات المهمه جدا. احنا نخلع السنه وهنعمل ايه بعدها؟ كان زمان الكلام كله ان احنا هنعمل اكستراكشن للسنه وبعدين نركب وبعدين نسيبها زي ما برانا مارك قال، سيبها لغايه لما يتكون بون جديد، وبعد ما يتكون بون جديد تبقى تركب الامبلانت بتاعك. ولكن الفكره كلها ان احنا ونيد ان احنا نعمل بريزرفيشن للسنه او الاسنان للبون في المكان اللي احنا خلعنا منه السنه علشان نحافظ عليه، ايزر ان احنا نركب امبلانت تاني او ان احنا يعني تقدر تعمل بروسيدير زي كراون اند بريدج. وبالذات في الحتت الاستاتيك لو انت ما حافظتش عليه بيبدا يحصل ديبرشن ويبقى البيشنت متضايق من الشكل. فمهم جدا ان احنا وقت الاكستراكشن عشان ما تقعدش بقى تفكر بعد كده، طب انا عايز اعمل بون اوجمنتيشن، طب والله خوري تكنيك، طيب وات ايفر. فلازم نعمل مانجمنت حلو قوي للاكستراكشن سوكت علشان نحافظ على حجمه ونحافظ عليه. علشان والله حبيت بقى تركب امبلانت بعد كده هتركب امبلانت، حبيت تعمل وات ايفر الحاجه يعني هتعرف تتعامل معاه. المهم ان احنا نعمل مانجمنت للاكستراكشن سوكت من داي 1. زي ما قلت لكم كان البروتوكول الاوفيشال بتاع برانا مارك زمان كان بيقول لك اخلع واستنى شويه وبعدين ركب الامبلانت بتاعك بعدين، ولكن الدنيا اتغيرت وبدانا بنفكر ان احنا لا هنخلع ونركب الامبلانت في نفس اليوم. وهو ده اللي هي كلمه immediate implant placement، ان انت هتخلع علشان تركب الامبلانت بتاعك في نفس اليوم. الحقيقه طبعا الموضوع controversial وكبير قوي، فيه كلام كتير جدا. طب ايه هي الادفانتجز، ايه هي الديسادفانتجز؟ ولكن نفكر ونشوف الارتكل المهم جدا ال 12 سنه 2012 فبراير سنه 2012 في كلينيكال اورال امبلانتولي ريسيرش جورنال. ده جورنال من الجورنالز المشهوره جدا، واتكلم قال كلام خطير جدا. الارتكل ده الكونكلوجن بتاعته قالت ايه؟ قالت ان الالفلر ريدج بيحصل له بون ريزوربشن، هوريزونتال بون ريزوربشن حوالي 3.8 مللي فين بعد الاكستراكشن بستة شهور. يعني انت متخيل ان الالفلر ريدج عندك كانت 7، بعد ما هتعمل اكستراكشن بثلاث شهور السبعه دي هتبقى 3.2. طبعا كاتاستروفيك 3.2، ولا تقدر تحط امبلانت ولا تقدر تعمل اي حاجه. وكمان فيرتيكال ريزوربشن 1.25 كتير برضو مش قليل. هتقول لي ايه سبب البون ريزوربشن اللي بيحصل؟ البون ريزوربشن اللي بيحصل كتير وهوريزونتال اكتر من فيرتيكال يرجع لحاجه كلنا عارفينها اسمها الباندل بون. ايه هو الباندل بون؟ الباندل بون ده البون اللي هو سراوندينج السنه. لما تخلع سنه تبص على السوكت، طبقه البون الهارد اللي هي حوالين السنه دي اسمها الباندل بون. الامبريونيك اوريجين بتاع الباندل بون جاي من التوس باد، فالبلاد سبلاي بتاع الباندل بون هو كمان جاي من زي السنه من بريدونتال ليجمنتس. افتر توس اكستراكشن ما بقاش عندك بريدونتال ليجمنتس موجوده خلاص، فبقى البلاد سبلاي او الباندل بون ده فقط البلاد سبلاي بتاعه، فيحصل له ريزوربشن. تعال بقى تفكر في ارتكلز. انا زي ما بقول لكم موضوع الايميديت بليسمنت ممكن اقعد اتكلم 3 ايام من كتر كميه الارتكلز اللي موجوده. فالباندل بون ده او قال لك ان البكر بليت اوف بون تبص في الابر انتيرير حوالي 87% من البيشنتس السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون less than 1 ملم، which means in it's mainly consist of bundle bone. يعني after tooth extraction this bundle bone will undergo resorption، ولذلك الهوريزونتال ريدكشن بتبقى كتير قوي لان انت عندك
باليتال بليت اوف بون وباكر بليت اوف بون. لما الباكر بليت اوف بون هيحصل له ريزوربشن فكل السوكت ده اعتبر از بون ريزوربشن، عشان كده بيبقى عندك ريزوربشن كتير قوي. بس الفيرتيكال بيبقى قليل ليه؟ لان الفيرتيكال ده حصيله ريزوربشن الباكر والباليتال. الباليتال ده بيبقى هايلي فاسكولارايزد وبيبقى يعني البون ريزوربشن فيه بتبقى قليله، وبالتالي بيبقى موضوع البون ريزوربشن هوريزونتال كتير قوي، وده بيعمل لنا مشاكل كبيره الحقيقه. فنرجع تاني للارتكل بتاعنا، بيقول لك ايه؟ ان انت دلوقتي لما تيجي تشتغل او تيجي بتفكر، هو اسمه evidence based knowledge on the biology and treatment of extraction sockets. فبنرجع نقول ان الارتكل ده بيقول ايه؟ بيقول لك دلوقتي عشان تشتغل immediate placement لازم تبقى عارف ان السيرفايفل ريت بتاعته عاليه جدا، وريكومندد في البري مولر سايت اكتر من يعني، عشان ده لو استاتيك في الانتيريور ريجن. في ناس كتير قوي بيقول لك ايه، بص حط اعمل سوكت جرافتنج او حط بون جرافت علشان تبقى تحط الامبلانت بتاعك بعدين لما يتكون عندك بون حلو، بلاش تعمل ريسك، ولا سيما في الحالات الكومبرمايز في كلاسيفيكيشنز في الموضوع ده. هو وانا النهارده هتكلم معاكم على وان اوف كلاسيفيكيشن. بيقول لك في المولر اريا احتمال كبير قوي تحتاج بون جرافت ديو تو ديفرنس بتوين السايز اوف سوكت والامبلانت. سوكت ممكن بتاع لور 6 ولا 7 تلاقي حجمه قد كده وانت ما عندكش امبلانت بالحجم ده، فممكن تبدا تفكر سوفت اند هارد تيشو كفرج. وبيقول لك انت تشتغل الحالات دي في او ان كيس اوف لو ريسك وباي اكسبيرينس كلينيشنز. يبقى انت يبقى حاول تدور حالات الايميديت بليسمنت في الحالات اللي هي تكون ما فيهاش ريسك عاليه ويكون انت عندك اكسبيرينس. طب انا لما اعمل ايميديت بليسمنت انا يعني بستفيد ايه دلوقتي؟ انا بستفيد نمره واحد preservation of remaining bone، لان انت سبوز لو انت حطيت الامبلانت في البوزيشن الصح انت بتحافظ على البون بتاعك. نمره 2 ideal implant positioning، انت عندك extraction socket وهتحط الامبلانت في المكان المظبوط بالظبط. نمره 3 انت you are reducing surgical procedures treatment time والكوست، ودي حاجه مهمه، اصل هي زياره واحده زي ما بنقول، بتقول للبيشنت هي علقه واحده وخلاص، والبيشنت سيار اوير بالموضوع ده، هم فعلا بيفكروا ويقول لك انا عايزك تخلع وتركب لي يا دكتور في نفس اليوم. You are preserving soft tissue contour، ده برضو حاجه مهمه جدا، ان انت preservation، ما انت preserving البون فانت preserving soft tissue. وطبعا better acceptance by the patient، patient بيكون satisfied ومبسوط قوي، وكمان الاوسيو انتجريشن هنا احسن من السوكت اللي انت عملته او المكان اللي انت عملت فيه دريلينج، لا هنا الاوسيو انتجريشن هتكون احسن كتير جدا. ولكن زي ما له advantages طبعا له disadvantages. المين disadvantage هنا ان البرايمري ستابيليتي بتاعتك ما بتبقاش عاليه قوي، لان انا هنا هجيب منين برايمري ستابيليتي؟ بيقول لك انت تقيس الطول بتاع الروت وهتركب الامبلانت بتاعك يكون اطول من طول الروت حوالي 3 ملي. وانا لما هبدا معاكم في الميني كورس بتاع الميديت لودنج من ضمن السلايدز اللي هحطها لكم والكلام اللي هتكلم معاكم فيه موضوع الايميديت بليسمنت مع ايميديت لودنج، موضوع كونتروفيرشال قوي، بيحتاج سيرجيكال سكيلز عاليه، لان انت برضو بتقابل سيتويشنز. اصل انت السنه دي خلعتها ليه؟ ما هو انت خلعتها فيها تروما فممكن يبقى فيه بون فراكشر، خلعتها كان فيها انفكشن، من حلاقي فيستول حلاقي انفكشن، موضوع كبير جدا. وكمان لو انت ركبت الامبلانت في مكان غلط انت ممكن تعمل بيرفوريشن او ويكنس للبكر بليت اوف بون. لما اجي اعمل ايميديت بليسمنت ايه هو البروتوكول اللي انا همشي عليه؟ الحقيقه هو بروتوكول ما اتغيرش من زمان. اول حاجه هتعمل كفرج بالانتيبيوتيك للبيشنت، هتدي له انتيبيوتيك من بدري شويه 3 ايام قبل ما يبدا، وتتاكد ان انت ما عندكش اكيوت باثولوجي. لما نيجي نتكلم هنا عن موضوع الانفكشن، ما انت بتخلع يا تروما يا انفكشن. بيقول لك هنا لو عندك اكيوت باثولوجي يبقى الحل انك انت تخلع ما تقدرش تركب امبلانت ولا تحط بون جرافت، لا انا هخلع واحط الامبلانت، ادي البيشنت تريتمنت حوالي 3 اسابيع، وبعد 3 اسابيع لما يجي لي واتاكد ان الانفكشن راحت هنا هبدا اكمل البروسيدجرز بتاعتي. ده في حالة إيه؟ الأكيوت باثولوجي أو الأكيوت إنفكشن. ولكن في حالة الكرونيك ليجن، لا كرونيك ليجن الموضوع هنا بسيط، أنت هنا تخلع وتعمل كيوريتاج كويس قوي وتقدر تعمل الدريلينج بتاعك. بس هي الفكرة هنا تحديد إذا كان ده أكيوت ولا كرونيك، لأن حالات كتير قوي أو بعض الحالات أنت بتتصور أنه هو كرونيك ليجن لكن هو أكيوت باثولوجي، فدي بتبقى
يعني حاجه تريكي شويه. وساعات بيحصل acute exacerbation of chronic lesion، يعني موضوع a little bit tricky. بعد ما بتخلع وتتأكد ان انت chronic lesion او مفيش pathology، تبدأ تعمل preparation. preparation لإيه؟ يعني لو الروت طوله 10 ملي انا عايز اركب implant على الاقل طوله 13، انت بتعمل preparation في الثلاثة ملي اللي فوق دول، هم دول اللي انت بتشتغل هتعمل فيه preparation تاخد stability. تقول لي طيب انا عندي 5 6 7 8 ملي، اوكي ركب implant اطول to get a better primary stability، وبعدين ببدا اركب الامبلانت. خدوا بالكم وانا بركب الامبلانت الايم بتاعي تو اوبليتريت اس ماتش اس اي كان من السوكت، بحاول ما تسيبش مساحات فاضيه في السوكت. وطبعا في كلام كبير بقى على حاجه اسمها جامبنج جاب، وازاي ان انا امتى احط فيها بوم كرافت امتى ما احطش. المهم ان انا احاول املى السوكت اس ماتش اس اي كان. ومش بس كده، لو انا اكبر لكم الصوره هنا هتلاقوا ان الامبلانت is not touching the buccal plate of bone. انت هنا في الابر انتيريور الباند البون رفيع، لو انت رحت بالامبلانت خبطت فيه او عملت عليه بريشر هيحصل ريزوربشن. فدايما احنا باي ديفولت في الابر انتيريور بنحط الامبلانت بتاعنا بالاتال علشان نسيب جاب، والجاب دي طبعا بنحط فيها بون جرافت ليتر اون، ويبقى انت دخنت السيكنس بتاع الباكر بليت اوف بون بتاعك. الحقيقه ان الايم من البرزنتيشن دي، انا دي كنت اللكتشر دي كانت شورت لكتشر كنت عاملها عشان مؤتمر كان الايدكس، مش متذكر او كان معرض بتاع ايه. فكان الايم بتاع البرزنتيشن هنا ان انا اتكلم على الكلاسيفيكيشن اللي طلعها ايلان اعتقد كانت 2009 او 2010، وهي دي كلاسيفيكيشن فيري امبورتنت ومهمه جدا بالنسبه لنا لما نيجي نفكر في موضوع الايميديت بليسمنت. لما نيجي نفكر في الكلاسيفيكيشن او نشوف الكلاسيفيكيشن دي، هو قسم لنا عمل لنا 3 تايبس. تايب 1 الفيرست كلاسيفيكيشن قال لك تايب 1 دي عندك بوكر بليت اوف بون وعندك سوفت تيشو، فانت يو هاف نو بروبلم، ممكن تحط الامبلانت بتاعك عادي جدا تعمل ايميديت بليسمنت، او تحط بون جرافت وتحط الامبلانت بتاعك بعدين. ولكن الكلام كله على تايب 2 وتايب 3. تايب 2 عندك loss of buccal plate of bone، جزء من buccal plate of bone مش موجود ولكن soft tissue موجود. وتايب 3 بقى ايه الفرق ما بينه وبين تايب 2؟ تايب 2 عندي loss of buccal bone لكن عندي soft tissue، تايب 3 عندي loss of buccal bone و loss of soft tissue. وهنا الكلام كبير قوي على تايب 3 وتايب 2. الحقيقة عملوا له برضو sub classification. احنا عارفين طبعا ان في تايب 1 انت عندك البلاد سبلاي جاي لك من البريدونتال ليجامنت، جاي لك من البريوسيوم من البون مارو، فهنا ممكن جدا تشتغل فلابلس. هو الحقيقه تكنيك جميل جدا وستريت فورورد. لما يبقى عندك تايب 1 تبقى حالات ستريت فورورد وما فيش فيها مشاكل، فيو كان جو فلابلس. طيب وات اباوت تايب؟ بصوا هنا ده اللي كنت بحكي لكم عليه، اللي هي الكنترول كلينيكال ترايل اللي كانوا بيشوفوا السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون كان قد ايه. الحقيقه كان ارتكل 12 في 2010 وكانوا بيقيسوا السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون، ولقوا بصوا هنا بقى، بصوا معايا عشان الارتكل ده نتائجه جميله جدا وصادمه الحقيقه. هم هنا بيقيسوا السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون، لقوا الخط الاصفر الغامق ده في الانتيريور وده في البوستيريور. سيبونا من البوستيريور، احنا كلامنا مشاكلنا كلها كانت في الانتيريور. فهم الناس لقوا ايه؟ لو ان بص ده السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون وده البرسنتج. لو ان البكر بليت اوف بون في 64.1% of the patient sickness is less than 0.5 مليمتر. انت متخيل ان في الابر انتيريور لما تخلع 64% من البيشنتس بتوعك السيكنس اوف بكر بليت اوف بون بتاعه هيبقى اقل من 0.5 او هو 0.5، رقم كبير اللي هم 64.1. طب نكمل كده شويه. طب what about thickness of buccal plate of bone 1 mm؟ قال لك في 23.1. طب جمع الرقمين دول مع بعض، 64.1 plus 23 يعني حوالي 67.2% of the patients هتلاقي thickness of buccal plate of bone عندهم اقل من 1 مم. 87.2% يعني معظم البيشنتس اللي داخلين لك الباكر بليت اوف بون بتاعهم بيبقى رفيع جدا. صعب، بيصعب علينا جدا. فبيقول لك هنا بليز دو نوت اوبن فلاب. ليه يا عم ما افتحش فلاب؟ اصل هو
السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون ده مين اللي جاي لي منين؟ مين اللي اسف البلاد سبلاي او الفاسكولاريتي بتاعت البكر بليت اوف بون مين اللي جاي لي منين؟ جاي لي من البريدونتال اللي من البريوسيوم، لان خلاص ما بقاش في بريدونتال ليجامنتس. فانت كمان لما تفتح فلاب عملت ايه؟ عملت كات للبلاد سبلاي. عشان كده في دي 1 او اسف في تايب 1 في الكلاسيفيكيشن دي يقول لك يا عم تايب 1 يعني كل حاجه ستريت فورورد، تفتح فلاب ليه؟ فدونت اوبن فلاب. طيب ده كده كلام جميل جدا، احنا بنتكلم على دي 1 بون. وبص بص حكايه الباند البون كنت بحكي لكم عليها اللي احنا شايفينه ده، واحد اسمه نيفن سنه 2006 ورانا الصوره الجميله دي جدا والابر انتيريور، وشايفين السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون رفيع قد ايه. طب شايفين كده بعد 6 اسابيع من الاكستراكشن اختفى الباند البون. ارجع كده تاني شوفوا اهو، ادي الباند البون بعد 6 اسابيع اختفى الباند البون. عشان كده لما الناس دي قالوا لك لما الناس دي قالوا ان الهوريزونتال ريزوربشن بيبقى عالي قوي، طبعا عشان اختفاء البكر بليت اوف بون او اختفاء الباند البون. فبيقول لك كمان انت حتى لما تيجي تخلع في التايب 1 اللي هو البكر بليت اوف بون انتاكت وكل حاجه انتاكت ما تخلعش. احنا طبعا لما بنيجي نخلع بنخلع اتروماتيك اس ماتش از وي كان، ما ينفعش انك انت تخلع وانت عامل تروما، لانك انت لما تعمل تروما هتعمل انجري للبكر بليت اوف بون وتعمل بون ريزوربشن. فطبعا لما بنيجي نخلع احنا بنخلع اتروماتيك. هتقول لي ازاي؟ السنان اللي تقدر تعمل لها روتيشن اخلعها بروتيشن، السنان اللي تقدر تعمل لها فيجر اوف 8 اخلعها فيجر اوف 8. في اختراع جميل قوي اسمه بيريوتوم. بيريوتوم عباره عن سكينه صغيره تخش تقطع البريدونتال ليجمنتس بتاعه حوالين الروت، تقدر تخلع الروت بسهوله. واللي احلى من البيريوتومز هي حاجه اسمها اللاكسيتورز. انا شخصيا بحب اللاكسيتورز جدا. اللاكسيتورز هي ما بين البيريدونتال ليجمنت وما بين البيريوتوم، بتقطع البيريدونتال ليجمنت وتعمل لي برضو الواجنج افكت بتاع هي ما بين البيريوتوم والاليفيتور. هي ما بين البيريوتوم والاليفيتور، فهي بتقطع البيريدونتال ليجمنت وتديني الواجنج افكت بتاع الاليفيتور، اسمهم لاكسيتورز. طيب هتقول لي انا ما عنديش والله يا دكتور مش متاح اللاكسيتور ولا متاح البريوتوم، طب اعمل ايه؟ بص على الصوره الجميله دي، واحد اسمه دانيس ترناو من عظماء الامبلانتولوجي والناس اللي هم تقال قوي في موضوع الايميديت بليسمنت ورانا طريقه جميله قوي. قال لك انت هتيجي ببير سيرجيكال بير وتقطع باكو باليتال الروت انتو تو وتبدا تزق، تدخل بالاليفيتور بتاعك وتزق ميسيري وديستال. تقول لي الله انا ليه عملت الكات باكولينجوال وبزق الروتس ميزيال وديستال؟ يا دكتور ما هو المنطقي ان انا كنت اعمل الكات ميزيال وديستال وازق الروت باكالي ولينجولي. هقول لك لا، انت لو عملت الكات ميزيال وديستال وبدات تزق الروت باكالي ولينجولي انت بتضغط على البكر بليت اوف بون المسكين اللي احنا مش عايزين نعمل فيه اي انجري. لا بلاش، يبقى تعمل واحد كده باكولينجوال وتزق بالاليفيتورز بتاعتك على الناحيتين وتخلع الريميننج روتس. شوف بقى تبدا تخلع واحد ورا الثاني ورا الثالث. شوف يعني قطعتها كده، بدات زقتها على الجنبين وبعدين اجي باللاكسيتور بتاعي او بالالفيتور ازق تاني ناحيه الجروف اللي انا عملته. شوف ازق واطلع كل روت منهم لوحده. دي من الطرق اللطيفه جدا ان احنا نقدر نعمل بيها اكستراكشن في الابر انتيريور. لو انت ما عندكش موضوع ما عندكش اللاكسيتور او ما عندكش البريوتومز، الحقيقه اللي احنا شايفينه ده غلط. في الابر انتيرير ما ينفعش تحط الامبلانت بتاعك باكل. شوف شوف انت هنا محطوط الامبلانت باكلي، هنا يو ار فايليتنج ال مش بايو ميكانكس، الفايليتنج ال يسموه ايه بيولوجيكال واتس اراوند الدنتال امبلانت. ما ينفعش ما ينفعش بروستاتيكالي، ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تحط الامبلانت بتاعك باكلي. انت بص هنا غلط. لا انا المفروض بص شوف بقى صح، انا برجع الامبلانت بتاعي باليتال والجاب دي بحط فيها بون جرافت، يبقى انا ما ضغطتش على البكر بليت اوف بون وحطيت بون جرافت جوه هنا، تخنت ليتر اون هتخن البكر بليت اوف بون بتاعي اهو. شوفوا هنا فكره لو انت حطيت الامبلانت ده بقى فروم بروستاتيك بوينت اوف فيو، احنا قلنا فروم سيرجيكال بوينت اوف فيو انت فايليتنج البيولوجيكال واتس وهتضغط على البكر بليت اوف بون هتعمل له ريزوربشن. طيب فروم بروستاتيك بوينت اوف فيو، احنا عارفين ان النهارده الامبلانتس بتاعتنا كلها بروستاتيكالي دريفن، يعني انا لازم افكر بروستاتيكالي كويس قوي قبل ما احط الامبلانت بتاعي. يعني البلان بتاعي دايما
دايما انا اقول ايه thinking او plan your prosthetics before your surgery. فانت دلوقتي لما تيجي تحط الامبلانت بتاعك engaging the buccal plate of bone, طبعا طبعا basically you promote bone resorption وبيولوجيكال اند ريستوراتيف كومبليكيشن. تعال تشوف كده انت عايز تحط البروسيسز بتاعك هنا, طب ازاي الامبلانت هنا والبروسيس هنا؟ وحشه مش هتنفع. طيب طب انت لو حطيت الامبلانت بتاعك في upper anterior في النص, خلي بالكوا الدايلما كلها في upper anterior, حاجات posterior حلها سهل. لو حطيت الامبلانت بتاعك في التيب في النص بالظبط, البروسيسز برضو مكانه مش حلو, ما ينفعش. امال ايه يا عم دوختني ليه؟ بص بقى الايديال بتاعك فين, حط الامبلانت بالاتال. دايما في الكورسات لما احكي لهم اقول لهم حط الامبلانت بالاتال, يقول لك يا دكتور انا مش فاهم يعني ايه احط الامبلانت بتاعي بالاتال. اقول له استنى في صوره جايه كمان شويه هتفهمك الموضوع ده. اهو شوف هنا الصوره دي عظيمه جدا, انت بتحط الامبلانت بتاعك بالاتال. خلي بالك ان علشان تدخل بالدريل في البوزيشن ده انت محتاج يبقى عندك بايلوت دريل فيري شارب, لان لو بايلوت دريل بتاعتك مش شارب هيحصل ايه, هتتزحلق. كل ما تيجي تدخل بالاتال هتتزحلق جوه الساكت. في طريقه هوريها لكم كمان شويه صغيرين ممكن توفركم الموضوع. ونشوف كمان الصوره الجميله دي, شوفوا السيكنس بتاع البكر بليت اوف بون قد ايه رفيع, هكبرها من الماجنيفاين لانس. هو ده اللي اسمه الباندل بون. لو انت الباندل بون ده ما عملتش فيه حاجه ات ويل اندر او ريزوربشن. فنشوف هنا البكر بليت اوف بون قد ايه رفيع وقد ايه سن. لا يبقى انا احط الامبلانت بتاعي بالاتال, صح ده اللي احنا اتفقنا عليه, ان انا بحط الامبلانت بتاعي بالاتال. والجاب ده هعمل فيه ايه؟ زي ما انتم بتقولوا بالظبط, الجامبينج جاب ده احط فيه بون جرافت هنا وهنا, وكمان بحط بون جرافت في النص ان بتوين. طب تقول لي ليه؟ اقول لك اصل دي استاتيك زون, لو انت ما حطيتش بون جرافت هيبقى فيه ديبرشن, العيان هيشتكي. غير ان وجود البون جرافت هيحافظ كمان على الانتر بروكسيمال بون اللي شايل البابيلا, فانا محتاج كمان يبقى عندي بون جرافت في هذا المكان. يبقى شوفوا الايديال امبلانت بالاتال اهو, يا سلام. في الايديال بوزيشن A, بوزيشن B ده غلط. انت بتحط الامبلانت بوزيشن A, هو ده الايديال بوزيشن اللي هو ده. عشان كده كل الناس اللي انا بحكي لكم عليه ده بيزكس جدا, ما هوش يعني ادفانسد ساينس, ده بيزكس. كل واحد بيشتغل امبلانت عارف ان هو هي هاز تو بليس هيز امبلانت ان بالاتال بوزيشن. على فكره معانا احنا في جدول معمول هتلاقوه على البيج بتاع الايجيبشن سوسايتي اوف اورال امبلانتولوجي. انا عايزكم يعني كلكم تعملوا فولو, الناس اللي بتحضر اعملوا فولو للبيج, علشان احنا عاملين كل يومين لكتشر. فاحنا معانا ناس سبيكرز حلوين جدا, معانا دكتوره ايمان حمدي هتتكلم معانا برضو على موضوع الاكستراكشن سوكت, بس من فكره ايه سوكت جرافتنج او سوكت بريزرفيشن, لان موضوع سوكت بريزرفيشن ده مهم جدا. اي ثينك ان هي هتتكلم يوم جمعة موضوع السوكت بريزرفيشن, محاضرة مهمة جدا ما تفوتوهاش. عندنا دكتور مروان هنداوي هيتكلم برضو على موضوع الاميديت بليسمنت, فيعني الموضوع مهم موضوع الاميديت بليسمنت. انا بغطي قشور منه زي ما قلت لكم, انا جاي بس الحق دكتور اسلام يعني التكنيكال بروبلمز اللي حصلت عنده, فالحمد لله ان انا كنت موجود وفاضي. المهم احنا قلنا ادي اهو الرايت بوزيشن, شوف الامبلانت بتاعك محطوط بالاتال. طب هنا هعمل ايه؟ احط بون جرافت. يا عم خلي بالك انت لو ما حطيتش بون جرافت هنا هيحصل ريزوربشن. على فكره انا في حالات شفتها الريزوربشن دي شفتها بعد 4-5 سنين. انا عندي حاله بركب لها امبلانتس حوالي 5 سنين, بس لما جت بعد كده لقيت الريزوربشن. وعلى فكره انا ما كنتش سايب المكان ده فاضي, كنت حاطط بي ار اف. لا هي عايزه بون جرافت, هو المكان ده عايز بون جرافت. انت بتفكر في الفيوتشر, انت الموضوع مش ان الامبلانت نجح النهارده وعملت بروسيس باي باي والبيشنت روح وخلاص, لا هو قاعد لك ويجي لك. ولو حصل ريزوربشن وبدا الشادو بتاع الامبلانت يبان ودخلت في بيري امبلانتايتس, دخلت في قصه كبيره, فهنا حط بون جرافت. تايبس اوف بون جرافت بقى اللي هتستخدمها دي قصه كبيره قوي. انا بيرسونلي بحب استخدم ايه, انا بحب اخد عندي تولز كتيره قوي اقدر اخد بيها اوتوجينس بون اخلطه مع شويه بوفاين بون, او تقدر تشتري من الماركت الو جرافت تخلطه 70% الو جرافت مع 30% بوفاين, تحط الالو جرافت كله في السوكت ده, كده كلام جميل جدا. بس هنا مهم قوي تحط البون جرافت. برضو انا باكد جدا على موضوع الابيكال. ليه بقى؟ لو نشوف مع بعض هنا ده البوزيشن الصح بتاع السنه. طيب بص بقى انا هحط الامبلانت بتاعي فين؟ شوف بالاتال, ماليش دعوه بالبوزيشن ومين ده الجامبنج جاب هعمل فيه ايه, زي ما بتقولوا صح حط فيه بون جرافت. شوف البوزيشن في الصوره دي طالعه جميله جدا, ان انا
بفيل بقى الجد. الجد ده مش بكر بس على فكرة، احنا بنقصد باي ذا واي الطبيعي ان انت في الامبلانت الابر انتيرير الايديال امبلانت لو كورسبوندينج ايديال امبلانت سايز كورسبوندينج تو ابر انتيرير هو ال 4 ملم. لكن ده في حاله الهيلد بون، لكن في حالات الايميديت بليسمنت انا بفضل او مش انا هو كلنا بنفضل ان احنا نحط الامبلانت بتاعنا دايمتر 3.5 ملم. يبقى عندك جامبنج جاب اول اراوند، اول اراوند تحط فيها كلها فيلت ويز بون جرافت. على فكره لو اي حد عنده سؤال باي ذا واي ديورينج الليكتشر ممكن قوي يكتبه، لان انا بعد ما اخلص هقرا الاسئله بتاعتكم واجاوب عليها. يعني يكتبوا في الكومنت يعني. طيب بصوا الصوره دي، انا بحب الصوره دي قوي. ليه؟ يعني من ضمن الحاجات اللي عجباني الانعكاس بتاع الكوفر سكرو على التيشوز. انا شايفها من الصور الجميله قوي، الفلاش لما ضرب في الكوفر سكرو عكس اللون على التيشوز. انا بحب الصوره دي. وكمان الصوره دي اهي اهي، شوف شوف اهو، ادي الجامبنج جاب. هعمل ايه في الجامبنج جاب يا عم؟ حط بون جراف. اظن حفظتوه خلاص، زهقتوا مني كنت ما انا عمال اقول لكم جامبنج جاب والبون جراف ما تستخسرش في العيان بتاعك. طب هو هيحصل ايه في البون جرافت ده؟ هو كله هيحصل ريزوربشن. على فكره لازم تبقى عارف ان مش كل البون جرافت بارتكلز اللي هتحطها هيحصل لها ريزوربشن. في جزء هيحصل له ريزوربشن تو بي ريبليسد ويز بون، وفي جزء تاني هيتبقى. هيتبقى ده هيروح فين؟ اهو بص الصوره دي برده حلوه قوي. شوفوا البارتكلز، البون جرافت بارتكلز اهي جوه السوفت تيشو. هي يعني المنطقه دي تكون فيه بون وتكون سوفت تيشو. البون جرافت بارتكلز اللي جوه البون مش هتعرف تشوفها، لكن البون جرافت بارتكلز اللي جوه السوفت تيشو ممكن احاول اكبرها لكم بالماجنيفاينج لانس عشان اشوف. شوف اكبرها لكم اهي اهي، شوف ده البون جرافت بارتكلز جوه قاعده خلاص ستابلايزد في مكانها، فما فيش مشكله تمام. دي غالبا اللي بيقعد ده بيكون اللي هو السينوجرافت، هي اللي بتقعد شويه. ما فيش مشكله هنا تكون عندي امبلانت، تكون عندي بون وتكون عندي سوفت تيشو وعندي بيولوجيكال واتس رائع وكيراتينايز بيكوز وحاجه عظمه جدا. طيب نرجع لاساس الليكتشر النهارده، هو البرزنتيشن اللي احنا شايفينها قصادنا دي. نرجع بقى للبرزنتيشن دي، واحنا كل ده كنا بنتكلم على مين؟ على تايب 1. تايب 1 ده اللي هو ستريت فورورد بقى، ما عندك بكر بليت اوف بون، عندك سوفت تيشو، على ستريت فورورد خلاص اتكلمنا عليها. تايب 2 بقى، تايب 2 ده في كلام كبير. قال لك في سوفت تيشو، طب الحمد لله، ولكن ما عندك ريزوربشن لبكر بليت اوف بون. مشكله، عامل ايه في الموضوع ده؟ الكلمة المشهورة no buccal bone no implant. خلي بالكم no buccal bone no implant. طيب الـ amount of buccal bone resorption، يعني أرجع للكلاسيفيكيشن دلوقتي، هو أنا حساوي، بص أنا buccal plate of bone حساوي أنا إن في resorption 2 ملي زي 3 ملي زي 5 ملي زي complete loss of buccal plate of bone؟ لا، راحوا عاملين لها sub classification. الكلاسيفيكيشن دي يعني اي حد بيشتغل ميديا بليسمنت لازم يكون بلايندلي حافظ الكلام ده. عملوا لها سب كلاسيفيكيشن، احنا بنتكلم على تايب 2، تايب 2 اي وبي وسي. تايب 2 اي بيقول لك ابسنس اوف ذا كورونال ثيرد اوف ليبيال بليت اوف بون، يعني عندك حوالي تلت البكر بليت اوف بون مش موجود. طيب الريكومنديشنز بتاعتهم ايه؟ بيقول لك هنا عادي مفيش مشكله، تقدر ان انت تحط الامبلانت بتاعك بالاتال وتحط بون جرافت وتعمل جايدد بون ريجينريشن. او على فكره ممكن تحط بون جرافت وتعمل ريجينريشن، تحط الامبلانت بتاعك بعدين، صح مفيش مشكله، ممكن تعمل دي او دي. تايب 2 بون بيقول لك او تايب 2 بي، اسف، تايب 2 بي في الاكستراكشن سوكيت ده بيقول لك ان انت عندك ابسنس اوف بقى ايه الميدل تو كورونال 2/3 من الليبيال بليت اوف بون، تلتين الليبيال بون راح بقاش موجود. مش حلو، صح، بكر بليت اوف بون مش حلو. الجماعه اللي قالوا كلاسيفيكيشن دي بيقول لك هنا كمان يو كان بليس يور امبلانت بالاتال، خلي بالك بس على شرط يبقى عندك بالاتال بون حلو تعرف تاخد ستابيليتي، لان في كلاسيفيكيشن ثانيه سخيفه جدا اسمها ساجيتال روت كلاسيفيكيشن. يمكن لو مره حد كده حصل له تكنيكال بروبلم زي ما حصل مع دكتور اسلام اسن تلاقوني انا ناطط بحكي لكم عن الكلاسيفيكيشن الثانيه دي. فعلى شرط يبقى عندك مكان تاخد منه برايمري ستابيليتي حلو، بس التلتين مش موجودين. هم قالوا ايه اللي عمل الكلاسيفيكيشن دي؟ قال لك انت يو كان بليس يور امبلانت هنا عادي جدا وتعمل جايدد بون ريجينريشن، بس انا بيرسونلي ما بحبش اعمل كده هنا.
ليه يا احمد؟ السبب بسيط جدا، هتحط الامبلانت، هتحط بون جرافت، هتكفر كل ثريدز ببون جرافت، واحلى نوع ممبرين هتستخدمه واجمل سوتشرز وحاجه جميله جدا، وتحط كمان جماعه اللي بيحبوا يقعدوا يقطعوا في السوفت بالات وياخدوا كونكتيف تيشو جرافت ويحطوها، تفضل حطوا جرافت. بس مين يضمن من الناس اللي قاعده تتفرج دي ان كل الثريدز بتاعت الامبلانت ويل بي كفرد باي بون؟ انا ما اقدرش اضمن، ما حدش يقدر يضمن. انت لو عندك 1 اور 2 ثريدز بينه، دخلت في قصه بري امبلانتايتس، دخلت في قصه ان عندك راف سيرفيس اكسبوزد للاورال انفايرمنت، والراف سيرفيس ده هيحصل فيه ايه بقى؟ هيأتراكت بكتيريا وبلاك ووب، ودخلت في قصه بري امبلانتايتس كبيره قوي. طب يا عم، طب ما انا اعمل اوبنتيشن وبعدين بحط الامبلانت بتاعي بعدين، مش مهم. انا اي بريفير ذس، بس الجماعه اللي عملوا كلاسيفيكيشن قال لك لا، دي يفضل ان انت ممكن هنا تعمل عادي ايميديت بليس. تايب 2 سي بقى، ولا انا يعني انا وهم ما اختلفناش مع بعض، قلنا والله تايب 2 سي عندك كومبليت ابسس اوف بوكر بليت او ليبيال بليت اوف بون، قال لك انت هنا بقى مالكش حل، لازم تعمل جايدد بون ريجينريشن، هارت تيشو اوجمنتيشن، ولما يتكون عندك بون تعرف تحط الامبلانت بتاعك بعد كده. هتقول لي الله يا دكتور، يتكون عندي باكو بالات البون رفيع، وانا بحكي لكم على الايميديت لودنج بقى الميني كورس اللي هو اساسا انا معاكم فيه في رمضان، هبقى احكي لكم ده انا عندي ممكن 3 مللي احط فيهم امبلانت عادي جدا. فيبقى تايب 2 سي بعمل اوجمنتيشن. يبقى التايب 2A اتروماتيك اكستراكشن، تشيك ان عندك برايمري ستابيليتي حلوه، تحط جايدد بون ريجينريشن. وباي ذا واي، اللي بيحطوا بقى جايدد بون ريجينريشن بيقول لك ايه؟ يعني بيحط بون جرافت في تايب 2A، ودي حاجه لذيذه على فكره، كان اتكلم فيها سارنا وشيارو 2016 وموريس وسلامه وهنري سلامه، اتكلموا عن حاجه اسمها ديول زون مانجمنت، وهم يعني اختصار الكلام ان بيقول لك لما بيحط بون جرافت بيروح حاطط ايه؟ هيلينج اباتمنت. بصوا في الصوره هنا ان الهيلينج اباتمنت، انا كبرتها لكم، ايه وظيفه الهيلينج اباتمنت هنا غير ريشيبنج للسوفت تيشو والكلام اللي قعدنا نحكي عليه ده كله؟ لا، في وظيفه تانية، ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل كفرج او بروتكشن للبون جرافت، غطت بقى البون جرافت. فهنا ما تحط انت، اصل انت هنا ما تقدرش تحط ممبرين، ما احنا اتفقنا مع بعض ما تفتحش فلاب في الحالات الستريت فورورد. فالهيلينج اباتمنت بتكفر البون جرافت هنا وتعمل له كفرج كده بطريقه جميله جدا. طيب زي ما قلنا، ده اللي حكيت لكم عليه ان تايب 2A وتايب 2B بيقول لك اوكي جو اون اعمل immediate placement. طيب بقى مين تايب 3؟ مين بقى تايب 3 ده؟ سواد، ولا عندك بوكر بليت اوف بون، ولا عندك سوفت تيشو. خلي بالكم السوفت تيشو ده مهم قوي. انا عندي حاله، يعني الكلام ده بوريه لهم في الكورسز دايما، عندي حاله انا ما احترمتش الكلاسيفيكيشن دي، ما كانش عندي سوفت تيشو ولا بكر بليت اوف بون، ورحت حاطط الامبلانت على اساس ان السوفت تيشو هيبقى يتكون بعدين، ما تكونش وبقى يعني بقت كانت مشكله بعد كده. لا، هنا بيقول لك ايه بقى؟ ما فيش بكر بليت اوف بون، ما فيش سوفت تيشو، طب هعمل ايه؟ يقول لك ثواني بقى، نو سوفت تيشو نو بكر بليت اوف بون، هنعمل ايه يا عم؟ يقول لك هنا بقى ايه؟ اخلع السن. من اخلع ماشي، وبعدين ايه الجديد؟ الجديد ان انت مش هتعمل حاجه خالص. يعني مش هركب العين امبلانت، مش هحط له بون جرافت. هتحط له ازاي بون جرافت يا دكتور وانت ما عندكش سوفت تيشو كفرج؟ هتكفر البون جرافت ده بايه؟ صح، دي مشكله فعلا. طيب امال هعمل ايه بقى؟ ما تكتبوا لي كده، انا عايز احس انكم مركزين معايا. حد يقول لي كده ممكن يعمل ايه في السيتويشن زي دي؟ ما عندكش بون جرافت، ولا عندك سوفت تيشو، ولا يعني ما عندكش سوفت تيشو قصدي، ولا عندك بون، هتعمل ايه؟ وبعدين على فكره انا يعني وصل لي دلوقتي دكتور اسلام جاهز، انا هخلص ان شاء الله بسرعه عشان نشوف لو ممكن دكتور اسلام يدخل ولا anyway. دلوقتي لو ما عنديش سوفت تيشو ولا بون، يبقى في الحاله دي لازم اخلع واستنى لغايه لما يحصل سوفت تيشو جرافت بعد كده، وبعدين بعد ما اخلص سوفت اسف عشان سرحت عشان دكتور اسلام ظهر تاني، هنا هتخلع وتستنى لغايه لما يحصل سوفت تيشو كفرج. ما تجيش تقول لي هاخد كونكتيف تيشو جرافت ولا اخد، انا كاحمد ما بحبش اقطع في لحم العينين عشان احط من حته لحته، لا سيبها لغايه لما يحصل سوفت تيشو كفرج للسوكت، وبعدين انقل بعد كده على فكره الاوجمنتيشن بتاعتك.
اهو شوف زي الحاله، سوري هرجع تاني للصوره دي، زي الحاله هنا. شوف هنا ما عندكش، ما عندناش هنا بكر بليت اوف بون، ولا عندي سوفت تيشو. لما تخلع اوعى تركب امبلانت في البوزيشن ده، لا استنى لغايه لما يحصل كفرج، ولما يحصل الكفرج تبقى انت بعد كده تعمل الاوجمنتيشن بتاعتك بعد كده براحتك. ده كان تايب 3 بون، تستنى لغايه لما يحصل سوفت تيشو كفرج، ولما يحصل سوفت تيشو كفرج هعمل فكره الاوجمنتيشن بتاعتي دي. وانا بفتح فلاب يا جماعه لازم افتح الفلاب بتاعتي حاجه اسمها بابيلا سبارينج تكنيك. البابيلا سبارينج تكنيك دي من التكنيكس الجميله جدا، ان انت حاول دونت انكلود البابيلا بتاعت النيبرنج تيس معاك. ليه؟ لما انت هتعمل كات للبابيلا، لما عملت كات للبابيلا فانت قطعت البلاد سبلاي، يعني البون اللي تحت اللي هو شايل انتر شايل البابيلا، قطعت عنه البلاد سبلاي، هيحصل ريزوربشن، هتيجي تقفل الفلاب بتاعتك يحصل ريسيشن. لا مش عايزين الكلام ده. في كلاسيفيكيشن تانية بس ممكن، يعني انا هخلي الكلاسيفيكيشن دي عشان الوقت، لان انا اعتقد ان ممكن دكتور اسلام دلوقتي يدخل، هخلي الكلاسيفيكيشن دي في مره تانية ان انا اتكلم معاكم عليها. طيب انا بس يعني قبل ما اقول هخلي الكلاسيفيكيشن ولا اقولها ولا اجلها، انا بس ادوني دقيقه واحده هبعت اشوف دكتور اسلام هيقدر يدخل ولا خلاص هيبقى يوم تاني. طيب على ما يردوا عليا خليني احكي لكم كده الكلاسيفيكيشن دي على عجاله، لان برضو دي من الكلاسيفيكيشنز المهمه جدا في موضوع الايميديت بليسمنت. اسمها هو دكتور اسلام قال يوم تاني، خلاص انا مكمل معاكم. الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن دي اسمها ساجيتال روت بوزيشن كلاسيفيكيشن، وانا بعتبر بقى ان دي يعني مكمله للي فات، الاثنين مهمين جدا. الكلاسيفيكيشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت عندك دي ما بتشوفهاش غير في الكون بيم. يعني انت عشان تشوف كلاسيفيكيشن دي لازم تكون عامل كون بيم. اخواننا اللي بيشتغلوا بالبانوراما والبري ايبيكال يتنحوا جانبا. النهارده انت بتشتغل امبلانت ما ينفعش تشتغل حتى لو سنجل امبلانت ويزاوت كون بيم، لان اللي هحكيه لكم ده انت مش هتشوفه غير لو انت عامل كون بيم للحاله. طيب جميل قوي. اول هي اسمها ايه؟ ساجيتال روت بوزيشن كلاسيفيكيشن، يعني انت بتبص في الساجيتال سكشن بتاعت الكون بيم. فانت بتيجي تشوف ايه؟ اول حاجه كلاس 1. كلاس 1 ده اللي هو فعلا بيبقى موجود كتير قوي. كلاس 1 ده بيبقى الروت بوزيشن ليبيالي، وبيبقى عندي باليتال بون جميل هنا اقدر اركب فيه الامبلانت. تعالوا نشوف مع بعض كده. هنا بقى الروت بوزيشن ليبيالي انا شايف فيه سؤالين ثلاثه هجاوب عليهم بعد ما اخلص ان شاء الله. الروت بوزيشن ليبيالي اجينست ليبيال بليت اوف بون، وهنا بيقول لك ما فيش مشكله لان عندك تريجر اوف باليتال بون، الله سكنز باليتال بون. هحط الامبلانت بتاعي فين؟ هحط الامبلانت بتاعي باليتال. شوف هنا اهي الصوره دي جميله قوي هنا في الكون بيم، دي تيبيكال اللي هي كلاس 1 ساجيتال روت كلاسيفيكيشن. اوعى تقول دكتور احمد قال حط الامبلانت بتاعك باليتال، تروح حاطط الامبلانت كده تلاقي نفسك خرمت البكر بليت اوف بون. انا شفت المنظر ده. تقول لا هو قال باليتال بس كمان ندخل في الباليتال بون اهو. شوف هنا هو ده الايديال. قول لي بقى يا اللي بتشتغل بالبانوراما كنت هتعرف تشوف الشكل ده حتى لو فتح فلاب؟ مش هتشوفها، لازم كون بين. طيب تايب 2 ايه؟ تايب 1 اللي لذيذه وسهله. تايب 2 بقى ايه؟ مش قد كده. بيقول لك هو الروت سنترد في الميدل بتاع الالفلر ريتش انجيجنج الليبيال اند باليتال بون والابيكال سيرت. يعني بص هنا ما عندكش شويه بون تاخد منهم ستابيليتي، فهنا الاماونت اوف بون ممكن يبقى مش كفايه قوي علشان يبقى عشان اعرف اخد برايمري ستابيليتي حلوه. مش لطيف يعني، ما عندكش باليتال مش قادر تدخل، هتعتمد بقى فوق عندك 3 ل 4 مللي ولا لا. فتايب 2 يعني محل تساؤلات كتير. تايب 3 مش موجود كتير لكن لطيف. الروت بقى العكس، عكس تايب 1. تايب 1 كان الروت رايح ليبيال، هنا تايب 3 الروت رايح باليتال. هو ماسك في الكورتيكال، في الباليتال بتاع الكورتيكال، ماسك باليتال يعني في الكورتكس بتاع الباليتال. على فكره اللكتشر دي هتبقى موجوده من يعني هسيبها ان شاء الله لغايه بكره اخر اليوم، يعني لما شافهاش برده او دخل متاخر هيخش على البيج هيلاقي اللكتشر موجود. المهم هنا بقى الاستابيليتي بتاعتك تقول لك ايه؟ تعالى بقى فاكرين في تايب 1 كنت بقول لك روح راكب الامبلانت بتاعك خد ستابيليتي من باليتال بون، هنا اقول لك خد ستابيليتي بتاعتك منين؟ من باكر بون. بس تيك كير، لان ده انت بتلعب بالكبريت بقى. يعني ايه اللي بيلعب بالكبريت؟ يقول لك بالليل حتى وانت نايم هتعمل حاجات كده.
خلي بالك هنا بتلعب بالنار برضه. ليه بقى؟ لانك انت بتلعب مع البكر بليت اوف بون. يعني عارفين اللي بيلعب بالكبريت بالليل بيعمل ايه؟ روحوا هوني. انت بتلعب مع البكر بليت اوف بون. البكر بليت اوف بون هنا خطر، بيزعل. عارف دايما اشبهه اقول ايه؟ العيل القماص اللي هو بيزعل كل ما تكلمه كلمتين يتقمص ويمشي. هو البكر بليت اوف بون ده كده، لو جيت ضغطت عليه شويه. ما هو ليه بقى؟ فاكرين حكيت لكم من شويه على البند البون اللي هو بيحصل له ريزورشن، هو ده بيزعل على طول. فانت ما خلي بالك وانت بتعمل الامبلانت بتاعك يعني في الكلاسيفيكيشن دي من البكر بليت اوف بون. هنا بقى الحاجات دي عايزه جايدد طبعا برضو في الايميديت بليسمنت. الكورس الميني كورس بتاع الايميديت لودنج هبقى احكي لكم على موضوع الجايدد. فهنا هتاخد البرايمري ستابيليتي بتاعتك من شويه ايه الليبيال بون دول. تايب 4 بقى، تايب 4 بقى ده غلس، ولما بشوفه كده بتشائم من العين. تايب 4 بيقول لك ايه؟ بص هنا ولا عندك بكر بون ولا عندك بلاتال بون، والبون حوالين الروت غلس قوي، ده كونترا انديكيشن فور ايميديت امبلانت بليس. طب وبعدين امشي العيان؟ عيان جاي عايز يزرع، اقول له لا مش هزرع لك. لا هتعمل هنا ايه؟ هتعمل له سوكت جرافتنج، وبعد ما تعمل له سوكت جرافتنج تبقى تحط الامبلانت بتاعك بعدين. دول كانوا الاربع تايبس. يبقى احنا اتكلمنا النهارده على اتنين كلاسيفيكيشنز مهمين جدا. طب يا ترى مين اكتر تايب بقابله كتير؟ الجماعه اللي عملوا الكلاسيفيكيشن قالوا لنا تعالى بص، تايب 1 في 81% من الحالات. الله، طب والله انتوا ناس ولاد حلال قوي. اصل تايب 1 ده الجميل اللي هو الروت رايح ليبيال وعندك بلاتال حلو. كلاس 2 اللي هو سنترد وعندي شويه بكر بون وبلاتال بون 6.5% احسن، انا مش عايز اشوف منه. تايب 3 اللي قلت لكم ايه اللعب مع البكر بون، وخلي بالك 0.7% احسن، مش عايز اشوفه. تايب 4 بقى اللي هو الغلس ده اللي هو ما عندكش ولا بكر بون ولا بلاتال بون 11.7% من الحالات. وفعلا هي دي واقعيه، البرسنتج اللي هم حاطينها واقعيه. احنا اكتر حاجه بنشوفها اللي هي تايب 1. يبقى understanding للساجيتال روت، ده الكونكلوجن بتاعتهم هم، understanding للساجيتال روت بوزيشن كلاسيفيكيشن دي بتديني فعلا داتا مهمه جدا للتريتمنت بلان. هو مش هخلع واركب وبتاع، لا انت لازم تبقى فاهم الساجيتال روت كلاسيفيكيشن دي ماشيه ازاي. بصوا ده بقى، دي حاله كده. هو الحقيقه اللكتشر دي انا كنت مجهزها على زي ما قلت لكم، كان في ورك شوب كده في معرض او مؤتمر فدت لهم كلاسيفيكيشن، وبعدين كنا دي حاله ريل فعلا. طبعت الموديل بتاع الحاله 3 دي، وكنا وحاطين سنان وكنا بنخلع، يعني كنت عامل سيميليشن. الدكاتره كانوا بيخلعوا السنه يلاقوا الاكستراكشن سوكت بتاع الحاله دي ويعملوا دريلينج جايدد وشويه حاجات كده. المهم دي بقى حاله، تقول اقول لك دي كلاس ايه؟ كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 من الساج تايب 1 ولا 2 ولا 3؟ الحقيقه هي حاله، عارف بيقول لك ايه؟ بيقول لك كان في اعلان في رمضان يقول لك دحلاب دحلاب، اعلان زمان. هي دي دحلاب، هو بيدي لك على تايب 1 لانه مديك شويه بلاتال بون، ومدي على تايب 2 تبقى مش عارف هتعمل ايه. الحاله دي عايز تلعب معاها، خلي بالك ما عندكش بلاتال بون بس انت عندك ابيكال بون جميل، هاخد منه برايمري ستابيليتي. عايز تلعب مع الحاله دي لازم تلعب معاها جايدد. خلي بالكوا الجايدد ده بقى حاجه مهمه جدا. انا مش حاطط الحاله عشان هي احلى حاله انا عاملها، بالعكس الحاله دي المعمل عك في البروسيس بتاعها في الاخر. بس زي ما بقول لكم برزنتيشن عشان كانت على عجاله، يعني الدكتور اسلام مش موجود طب او حصل تكنيكال بروبلم، طب نلحق بسرعه اللي لقيتها جاهزه قدامي قلت لكم. فمش احلى حاجه لكن خليني اوريكم الكيس دي حصل فيها ايه. وعلى فكره الناس اللي حضرت معايا كورسات عارفين ان انا بحب جدا احط الحالات اللي فيها مشاكل، ما بحطش الحالات الحلوه. الحالات الحلوه انا عارف اني عملت شغل حلو، لكن انا بحب احط الحالات اللي فيها مشاكل عشان نتعلم مع بعض فيها. الابر سنترال دي مكسوره والبيشنت عايز يخلعها، شوف الفراكتشر اهو، شوف هنا عندي لونجيتيودنال فراكتشر كبير قوي. لما اجي ابص اعمل ابص على الكيس ككل، اصل انت مش بتبص على السنه بس. نمره واحد البيشنت ده واضح ان هو سموكر، فلما اتكلمت معاه قال لي الحمد لله انا بطلت، لسه مبطل تدخين بقالي حوالي شهرين. طيب فيري جود، يبقى العيان ده كان هيفي سموكر لكن بدات الامور تتحسن، اوكي نبدا نشتغل. هيحتاج شويه بولشنج وبتاع عشان الصور جميل. الفكره في ايه؟ تعال بص قارن ما بين السنترال دي والسنترال اللي جنبها مكسوره، والكونتاكت بتاع السنترال الثانيه كونكيف.
وعندي already ما عنديش بابيلا هنا. بتكلم مع البيش بقول له we have an absence of papilla والكونتاكت بتاعتك هنا concave. لو عملت السن بتاعتي crown بتاعي بنفس الشكل هيبقى عندي البابيلا مش موجودة خالص. انا I advise ان احنا نعمل واحد implant عليه crown والناحية التانية نعمل veneer عشان احسن الشكل. طبعا هو يعني old age male رفض، قال لي بقول لك يا دكتور احنا يعني انا هبقى اتجوز تاني، انا خلاص كده انا عايز حاجة بس في الشكل وخلاص. خلاص ده بيبقى بنسميه low static او low risk patient او low static risk patient. ده جميل قوي مش في دماغه الاستاتيكس. غير بقى العيان التاني اللي بيقعد يمسك ويقول لك اوه ببص فين البابيلا، لا ده بيبقى عيان جميل. ده الاوكلوزال فيو بتاع الكيس. خلعنا طبعا الريميننج روتس اللي كانت موجوده، وده الشكل بتاع البيشنت افتر اكستراكشن. ده السيرجيكال جايد، زي ما بقول لكم الحاله بتتعمل جايدد علشان حاله دقيقه جدا، علشان انت لو رحت بالدريل بتاعك يعني لو شويه انكلينيشن بكل شويه او ليبيا شويه بوز معاك، فالحاله دقيقه جدا. فهنا ادي السيرجيكال جايد. للناس اللي ما تعرفش السيرجيكال جايد، هنا الجايد انت خد بالك ان ايه الدريلز المخصوصه داخله جوه التيوب، ولا تعرف تروح يمين ولا تروح شمال. الجايد انا بصممه بطريقه ان يبقى في مكان ان انا اقدر اعمل اكسترنال كولينج. ف زي ما احنا شايفين كده ايه الجايد، انت ضامن داخل في المكان المظبوط. البلان اللي انت عملته على الكمبيوتر انت بتعيده او بتنفذه في بق البيشنت. وبعدين هنا اشتغلت باي اكسبانشن. ليه انا اخترت هنا اكسبانشن؟ طبعا اكسبانشن اكسباندرز قصه بقى تانية، لكن انا اخترت ليه هنا اكسباندر؟ الدريل بتدخل تحفر، لكن الاكسباندر بتكسباند البون، بتزقه على الاجناب. طب انا بستفيد ايه يعني هنا؟ بستفيد اولا الاكسباندر مش هتعمل بيرفوريشن في البون لو انت الدايركشن بتاعك ما كانش مظبوط. ثانيا البون عندك باكو بالاتالي كومبرومايزد وضيق، فانت لما تدخل بالاكسباندر فانت بتفتح البون شويه شويه بشويه، مش هتكسره. في طبعا قصه الاكسبانشن دي قصه كبيره بنتكلم عليها برضو في ساعتين ثلاثه. خلاص بعد ما خلصت هنا هركب الامبلانت بتاعي. خدوا بالكم البوزيشن فين؟ بالاتال. خلاص حفظت انا الابر انتيرير بوزيشن بتاعي بيكون بالاتال، فبركب الامبلانت اهو. بكمل بقى التركيب. دي حاجه اسمها تور كرانش هنتكلم بقى عليها كتير في الميني كورس بتاع الايميديت لودنج. بفكركم الميني كورس بتاع الايميديت لودنج هنبدا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي مع بعض الساعه 12 بالليل زي النهارده كده. هنبدا مع بعض. والله النهارده قعدت طول النهار بجهز لكم، انا عندي اوريدي محاضرات بس يعني قعدت اجهز حاجه جديده خالص، وهتبقى لكتشر جميله يعني جديده، انتوا اول ناس هتشوفوا الموضوع ده. قعدت النهارده طول النهار، امبارح والنهارده بشتغل فيهم طول النهار. ف الامبلانت بص بقى الكتاب بيقول زي ما الكتاب بيقول، حط الامبلانت بتاعك بالاتال، والجامبنج جاب ده لازم تحط فيه بون جرافت. وهنا لما بيبقى الجينجفال سيك جينجفال باي تايب بحط هيلينج اباتمنت زي ما اتفقت معاكم كمان، اللي هو لما اتكلموا على الديوال زون مانجمنت انك تحط هيلينج اباتمنت عشان تو بروتكت البون جرافت. طبعا بقى جه البيشنت بعد كده كنت نظفت له سنينه والراجل بطل فعلا يدخن وباين قوي، وادي الهيلينج اباتمنت وشايفين السوفت تيشو كونتور جميل زي ما كان. اصل ما حصلش بون ريزوربشن، اصل حطيت الامبلانت بتاعي بالاتال وحطيت بون جرافت وغطيت عليه بهيلينج اباتمنت، هشوف السوفت تيشو كونتور جميل، السوفت تيشو حوالين الهيلينج اباتمنت رائع. هنا دي حاجه برضو من الحاجات اللي انا كنت اتمنى ان انا اطلع برضو اتكلم عليها في اللايف دي، كنت ناوي اتكلم عليها النهارده بس ايه اللكتشر لقيتها يعني بفتح لقيت اللكتشر قصادي جاهزه اللي هي اللي انا بحكيها لك. هنا انا عامل تمبلتس معينه ازاي ان انت تقدر تعمل ريشيبنج للهيلينج اباتمنت بالفلو بالكومبوزيت تكبرها. خدوا بالكم الهيلينج اباتمنت هي لونها ابيض، شوفوا انا كبرت او غيرت شكلها ازاي بالفلو بالكومبوزيت كبرتها علشان اعمل ايه؟ اهي شوف باينه هنا في الصوره، علشان ازق السوفت تيشوز اكتر اقدر اظبط الاميرجنس بروفايل اراوند الامبلانت اهو. شوف بقى اللون البلانشنج الجميل ده، انا بعمل ايه؟ بدات ازق السوفت تيشو علشان اظبط الاميرجنس بروفايل. هيلينج اباتمنت بتتساب في مكانها في الاستاتيك زون حوالي 3 اسابيع، في النون استاتيك زون بتتساب اسبوعين. لما تشتغل سيرجري في الامبلانت ما تستخدمش قطن، تستخدم شاش. ليه بقى؟ انت مش هتشوف بعينك بس العدسه الماكرو بتوريك، شوفوا الريمننس بتاعت القطن. تخيل بقى انت لو فاتح فلاب وبتمسح بالقطن وقفلت على الفلاب
وشويه قطن ده جوه يعمل لك انفكشن زي اللي بيقول لك الناس صفوطه جوه بطن العيان. هي نفس الفكره، دايما لازم نشتغل بالشاش. عندي هنا emergence profile رائع، كيراتين، شوف شوف الكيراتينايز ميكوزا كونكتيف تيشو كل حاجه زي الفل، سيكنس اوف بون حلو، سيكنس اوف سوفت تيشو جميل جدا. هبدا هنا اشوف كده الكونتور كل حاجه اتظبطت. شيد سيلكشن برضو بظبط الشيد للبيشنت، وحطيت الابطمنت وهعمل سيمنتيشن، واجي ابص على ايه، على الصوره بتاعه البيشنت. الحقيقه ان هو خلي بالك برضو الشكل ده او الديفول اللي احنا شايفينه اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي انت مش هتشوفه غير بالماكرو لينس، العدسه الماكرو دي فاضحه. تعالى كده هات لو عندك عدسه ماكرو صور، صور واحد صاحبك قاعد جنبك هيضربك ليه، هتطلع له ملامح في وشه هو مش بيشوفها في النقر وحاجات هو مش بيشوفها في المرايه. فالماكرو لينس هي اللي مبينه، بس مبينه ايه؟ مبينه ان المعمل مش حلو. بصوا هنا انت مفروض لما بتعمل، احنا بنشتغل ديجيتال يعني، انت مفروض تعمل ايه كمعمل؟ تاخد السنه دي تقصها على الاكزوكاد وتعمل لها ميرورينج وتعمل لي الناحيه الثانيه اختها. بس هو قال لي يا دكتور ما احنا لو عملنا كده هنكبر حجم البلاك تراينجل، كلامه كان مظبوط. بس هنا الايديال عشان كانت تطلع شكل الحاله دي احلى كان يتعمل ايه؟ كان يتعمل اولا فينير هنا عرض السنه دي شويه، والكونتاكت بقى ما تبقاش عندي من فوق. دايما لما تعمل كونتاكت ما بين امبلانت وما بين ناتشرال توث بينزل المعمل بالكونتاكت لتحت خالص، بس هو ما قدرش يعمل كده لان السنه دي شكلها زي ما انتم شايفين. قال لي يا دكتور نعمل فينير، قلت له الراجل هو مبسوط جدا على كده وماشي ساتيسفايد قوي بالمنظر ده. طيب يبقى موضوع الايميديت بليسمنت الحقيقه موضوع كبير، ولما تيجي تعمل ايميديت بليسمنت وتخلع وتركب امبلانت لازم تعمل ستاديز كتير جدا، ولازم تقرا، لازم تعمل اكس راي وكون بيم وتشوف كويس قوي الحاله عندك شكلها ايه وتدرسها كويس قوي قبل ما تشتغل. ما ينفعش اخلع وركب على طول، لا 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 لا، الموضوع محتاج تفكير وتركيز جدا. انا عندي الحقيقه يعني الحمد لله انا من الحاجات اللي بحبها جدا ان انا انشر ارتكلز، انا نشر حوالي 23 24 ارتكل كده، ويمكن السكرين شوت دي قديمه شويه. انا عندي في الارتكلز اللي قريته اللي انا نشرتهم من على سايت، برفعهم بقى على سايت حاجه اسمها researchgate.net. سايت واحد في كان من حوالي من سنه كان في 27000 واحد قرا، 59 واحد عملوا اقتباس من الارتكلز اللي انا نشرتها. الحمد لله يعني انا بحب جدا موضوع الارتكلز والريسيرش، والصوره دي بحب احطها في اخر كل محاضره، صوره سندريلا وهي بترقص مع البرنس. المورال بتاع قصه سندريلا دي ايه؟ المورال بتاع قصه سندريلا ان انت سندريلا ما كانتش عايز تتجوز البرنس، هي في تفكيرها كله انها عايزه حفله حلوه تقضي ليله جميله وخلاص، ولكن هي علشان عملت كل حاجه ان بيرفكت واي كان النتيجه ان هي البرنس ده كان الجائزه بتاعتها. فالمورال بتاع القصه دي افهم من كده ايه؟ do your work او do your job in a perfect way وانت هتفاجئ من النتائج الجميله جدا اللي هتطلع لك بعد كده. العيان بيشوفك كده باي ذا واي، انت كدكتور سنان وتقول لي العيانين بيجوا ليه يقولوا لنا انا بخاف من دكتور السنان او انا بكره دكتور السنان، اصل خلي بالك العيان بيشوفك كده، تخيل انت المنظر المرعب ده. خلي بالنا على العيانين بتوعنا وما نرعبهمش، و ما تقعدش تقطع سوفت كونكتيف. معلش طبعا عارف ناس كتير قوي هتزعل من الكلام اللي انا بقوله، انا اجينست الموضوع ما تقعدش تقطع كونكتيف تيشو جرافت، عشان في سؤال جالي يقول لك طب ليه ما تحطش فري جينجيفال جرافت. انا ما بحبش يعني، طبعا مش معنى ما بحبش ان انا غلط، هو كل حاجه كونتروفيرسز، كل حد بيحب حاجه. ما بحبش ان انا اقعد اقطع واحط، لا انا بحب اسيب الناتشرال هيلينج هو اللي يحصل، الا في بعض حالات بتبقى طبعا ريكومندد للكلام ده. يا رب تكون اللكتشر كانت حلوه بالنسبه لكم وكانت مفيده. يعني زي ما قلت لكم ان انا جيت فجاه كده عشان دكتور حتى مش حالق دقني، الموضوع كان على مفاجاه خالص عشان دكتور اسلام كان حصل معاه تكنيكال بروبلمز. دكتور اسلام هيبقى يوم تاني، احنا هنعمل ابديت للسكيدول، هيبقى يوم تاني ان شاء الله دكتور اسلام معاكم. وانا يعني بشكركم جدا انكم حضرتوا معايا اللكتشر دهيت، وبشكر الهوست
دكتورة فرح، هي كانت موجودة مع دكتور إسلام وبعدين جات لي أنا بعد كده هوت. وأنا هبص على الأسئلة وأجاوبكم على الأسئلة اللي أنتوا سألتوها. لحظة واحدة، يعني أنا بدور بقلب كده في الكومنتات لغاية أول ما ألاقي سؤال. طيب في سؤال أهو، الجزء بتاع الريميننج روت اللي موجود. طبعا انا عايز اقول لكم، بس اللي يكتب سؤال واخدين بالكم الفرانكو قرب بتلاقي الدنيا اتلخبطت، هو الدكتور قصده لو في حاجه ريميننج روت فاضل، حته صغيره ريميننج روت فاضله تحت ديب، اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر افرمه بالدريل؟ الحقيقه يعني بس انت متاكد انك فرمته كله ولا سبت حته ولا ايه؟ بيبقى الموضوع مقلق شويه. في سؤال تاني، ماذا لو اللاترال أقل من كده خاصة البلاتال بليت؟ هو المشكلة برضو إن زي ما بقول لكم لما يبقى السؤال فرانكو قرب، أنا مش عارف، أنا مش فاهم معنى السؤال. أنا بعتذر لو الدكتور بعد إذنك حضرتك تقدر تاني تكتب السؤال بطريقة تانية، كله بالإنجلش يبقى أفضل. عندنا سؤال كمان، تايب 2 سي ممكن نستعمل فيستيبولار سوكت تكنيك؟ طبعا طبعا، تايب 2 سي ممكن. استاذنا دكتورنا دكتور عبد السلام العسكري الزميل العزيز كان عمل فيستيبولار سوكت تكنيك، طبعا في تايب 2 سي تقدر تستخدم فيستيبولار سوكت. بس انت بتعرف، يعني مش انت دكتور مروان سهل، انا بتكلم انا كاحمد، انا بعرف اعمل فيستيبولار سوكت كويس. طب عملته كام مره واخدت فيه نتائج حلوه؟ طيب يعني هل انا متاكد ولا اروح للاسهل؟ انا دايما بقول ايه، keep it simple and silly، الاسهل. بس طبعا vestibular socket يبقى جميل جدا في الموضوع ده. سؤال كمان برضو، مشكله الفرانكو قرب، لو مش عارف سيب السوكت او سيب الهيلينج، مشكله مش قادر افهم برضو، عشان زي ما انتم شايفين السؤال فرانكو قرب بيقلب الدنيا شويه. دكتور مروان كان بيقول برضو احنا ممكن نخلع ونسيب السوفت تيشو يتكون بعدين نعمل اوجمنتيشن. ايوه، ما هو ده تايب 3 من السوكتس، فعلا بتعمل كده، بتخلع زي ده. ساعه لما انا سالتكم السؤال انت كنت بتجاوب فعلا بتخلع وتسيب السوفت تيشو يحصل له اوجمنتيشن، بعدين تعمل الاوجمنتيشن بتاعتك بعد كده. طيب في ناس كانوا ده لما سالتكم السؤال ناس جاوبت قالت بيزل امبلانت، انا يعني ماليش دعوه بالبيزل امبلانت ده ما بتكلمش فيه. ناس قالت بون بلوك سوكت بريزرفيشن زي بلوك ليتر، هو احسن حاجه طبعا ان انا زي ما قلنا لما في تايب 3 بون بتستنى يحصل سوفت تيشو كفرج، وبعدين بقى تعمل بعد كده الاوجمنتيشن بتاعتك زي ما انت عايز. سؤال كمان، ايه البدائل الممكنه؟ اذا كنت انا مش بحب السوفت تيشو جرافت، ايه البدائل الممكنه؟ هو انا مش معنى انا مش بحبها ان هي غلط، هي صح، بس انا بعمل ايه؟ بسيب يحصل هيلينج لوحده وخلاص، وبعد كده بعمل اوجمنتيشن، سيبه 3 اسابيع. طيب السؤال اللي بعد كده، may we use bone block that apical repositioning flap in class 3 cases؟ ممكن طبعا، ممكن. And if we made socket preservation can we cover it with apical reposition flap؟ بص بس according لكميه البون، كميه السوفت تيشو اللي طايره منك اللي مش موجوده، طبعا الطريقه اللي حضرتك بتقولها تنفع مليون في الميه يا دكتور محمد، بس هي ارجع واقول لك ايه، دايما برضو keep it simple and silly، سيب الموضوع. يعني كلامك صحيح، بس انا كاحمد لما تيجي تقول لي الكلام ده، لسه حاضر الكورس بتاع دكتور زوكيلي وتعلمت شويه الكلام ده، تيجي تقول لي تعمل ده ولا ده، اقول لك لا يا عم انا اخلع وامشي العيان ويجي لي بعد 3 اسابيع اكمل. لكن كلام حضرتك صح مليون في الميه. يعني شايف كومنتات جميله وميرسي على ذوقكم. لو حطيت الهيلينج ابارتمنت من اول يوم اشيله امتى عشان اخد المقاس؟ ولا حاجه، بعد فتره الاوسيو انتجريشن بتاعتك العاديه اللي هي من 3 ل 6 شهور بتشيل هيلينج ابارتمنت تاخد المقاس. ده يعني موضوع بقى بسيط.
كل سنة وانتم طيبين. في سؤال اهو, may we use bone block؟ ما احنا جاوبنا بقى السؤال ده خلاص. تمام. buccal bone augmentation can be done with powder graft or block, it's important to use membrane or not. بص بقى, ما هو لو احنا بنتكلم على type 2C او type 3 ممكن يعني الاثنين يمشوا bone block او bone graft, في جميع الاحوال لازم تستخدم membrane. هي بقى يعني هي تفرق حجم الديفكت قد ايه, هل هو contained defect يعني عندك انتر بروكسيمال بون وولز. هنا اقول لك انت ممكن تستخدم بون جرافت بارتيكلز, بارتيكوليت بون جرافت, لكن لو انت عندك الديفكت كبير وما عندكش انتر بروكسيمال بون وولز ممكن هنا ابدا افكر قوي في موضوع البون بلوك. how much depth في implant beneath crustal bone after extraction. Usually لما بتحط الimplant after extraction بتحطه 1 to 3 millimeter below crest of the ridge علشان to overcome the bone resorption اللي هيحصل, لان انت كده ولا كده هيحصل bone resorption. فتبص على buccal plate of bone, لو buccal plate of bone رفيع حط الimplant بتاعك 1 millimeter below crest of the ridge, لو buccal bone تخين لا حط الـ لا ثواني ماشي اتلخبط, buccal plate of bone رفيع حط الامبلانت 2 او 3 مللي بلو كراس اوف ذا ريتش, بكر بليت اوف بون تخين يعني الريزوربشن اللي هتحصل هتبقى مينيمال, حط الامبلانت بتاعك حوالي 1 مم بلو كراس اوف ذا ريتش. immediate delayed implant after extraction can be done after 10 days. دي بقى حصل عليها خناقه علشان في ناس بتقول لك كده الكلام ده مظبوط, after 10 days بيسموها delayed immediate في حالات كروني الحالات الاكيوت انفكشن, ولكن في ناس تانية قالت لك اوعى انت لازم تستنى على الاقل 3 اسابيع, لان اول 3 اسابيع بيبقى فيهم الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي, ما ينفعش تحط الامبلانت في وجود الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. الحقيقه الموضوع كونتروفيرشال جدا, وانا في الحاله يعني بالامانه اشتغلت كده واشتغلت كده مفيش مشكله, بس مره كنت في كورس وناس قامت هاجت ده دكتور ازاي ركب الامبلانت قبل 3 اسابيع وبتاع, وقريت في الموضوع ده لقيته ان هو مظبوط, بس الحقيقه الاثنين يمشوا كويس. how to make bone augmentation after socket and tissue healing. دكتوره ايمان بقى هتتكلم معاكم يوم الجمعه على الموضوع ده بالتفصيل. Dear beloved Dr. Ahmed, shukran. What's your opinion about follow-up for socket shield technique? بصوا يا جماعة, أنا 2013 في مؤتمر تاع جامعة القاهرة كنت أنا أول واحد في مصر وقف أتكلم على socket shield technique, وكان الconclusion بتاعي اللي قلته, اشتغلت حوالي 23-24 كيس أيامها عشان أقف أقول محاضرة, كان الconclusion بتاعي أيامها كان كالآتي, إن socket shield technique is a reliable technique only in case of ankylosed tooth, ولكن otherwise from my own point of view ليس from scientific point of view it's a show technique. الدنيا اتغيرت دلوقتي وبقى احسن شويه, بس انت ممكن تقعد تعمل socket shield. في articles موجوده عندي بتقول لك infection development of periodontal ligaments between الامبلانت والشيلد, وبعدين ممكن تقعد تحضر في الشيلد ده ساعه وفجاه بعد ما تخلص تلاقي الشيلد طلع في ايدك تبقى عايز تموت العيان. فالحقيقه ان انا مش من البيك فانس بتاعته قوي, بس هو في حالات الانكيلوز طبعا بدل ما تكسر السن وبتاع طبعا. والناس اللي بتشتغل بالسوكت شيلد كتير, انا بطلت من بعد 2013 2014 ما اشتغلتش فيه, الناس اللي بتشتغل بيه متقنه قوي بتقول لك لا ده حاجه رائعه جدا. Would it be better to use wider implant to decrease jumping gap in static zone؟ لا يا دكتور, ده بالعكس, احنا بنقصد نزود الجامبينج جاب في الاستاتيك زون عشان لما تحطي بون جرافت تتخني البكر بليتو, or to use small size fields gap. انا جاوبت. سؤال تاني, ايه البدائل اللي ممكن استخدمها عشان اقفل على الامبلانتس كان مش متوفر معايا هيلينج اباتمنت؟ بصي, هو لو مش متوفر هيلينج اباتمنت ما تعمليش حاجه, البون جرافت اللي هيبقى موجود ده هيبقى جزء من السوكت. طب انا لو ما حطيتش بون جرافت هيحصل ايه؟ الحته الفاضيه هيبقى فيها بلاد كلوت. طب لو حطيت بون جرافت, البون جرافت هيبقى جزء من البلاد كلوت, فعادي ما فيش مشكله. بس يعني كلمه, انا ليه تحفظ على كلمه ايه مش متوفر معايا هيلينج اباتمنت؟ يعني مش متوفر هيلينج اباتمنت دكتور؟ بشتغل امبلانس عندي في العياده مرمي هيلينج اباتمنتس كتير, فاو بجيبها من الشركه ب 200-300 جنيه تبقى عندي. سؤال, what about guide bone regeneration of case of buccal not
سيك. طبعا لازم اعمل جايد بون ريجينريشن في الحالات اللي زي دي. ستيكي بون جرافت از ات يوزفل انستد اوف ممبرين ويز بون؟ يفضل عشان الجماعه بتوع الاوبريو ما يزعلوش مني، يفضل انك تحط ممبرين ان كيس اوف ديفكت كبير. حط ستيكي بون لا، يعني هو الممبرين مهم، كولاجين ممبرين مهم جدا. خلي بالك لما تتكلم على ستيكي بون دايما اقول ستيكي بون، المهم في الستيكي بون مش تحضيره، المهم نوع البون جرافت اللي انت حاطه جوه. ما تجيش تعمل ستيكي بون تراي كالسيوم فوسفيت ولا هيدروكسيل ابتايت اكسبايرد بقاله 10 سنين وتقول لي انا عملت ستيكي بون. لا، المهم نوع البون جرافت. عايز تاخد نتيجه حلوه حط ستيكي بون مع الو جرافت، حط ستيكي بون مع اوتوجينس بون تاخد نتيجه حلوه. انا ما استخدمش ممبرين مع ستيكي بون لان انا يعني مع جماعه في ايطاليا في الجامعه كنا دخلنا في حته ستام سيلز والحاجات وال تيشو انجينيرينج، فاحنا بنعمل يعني انا بعمل ستيكي بون مش محتاج اعمل معاه ممبرين، بس نورمال يو هاف تو بوت ا ممبرين. اخر سؤال موجود عندنا عشان انا برضو اقوم اتسحر وانتوا تروحوا تتسحروا. سيجيتال روت كلاسيفيكيشن تايب 1 انجليشن اوف ذا امبلانت ويل بي ديفرنت فروم ذا روت انجليشن، شود اي يوز انجريت اباتمنت؟ اكيد اكيد طبعا هستخدم بقى انجريت اباتمنت، بري ميلد اباتمنت، سكرو ريتين كراون، يعني اي حاجه من الحاجات ده. والله انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم، جت بالصدفه كده ان انا معاكم النهارده في اللايف، وانا بحب جدا ان انا اطلع في اللكتشرز لايف. استنوني يوم السبت في الميني كورس بتاع الايميديت لودنج اللي هي الزرعات الفوريه، وتابعوا معانا بقيه السكادجول. احنا عندنا حوالي 10 12 لكتشر اونلاين حلوين جدا في خلال الثلاث اسابيع بتوع رمضان المتبقيين. تابعوا معانا، اعملوا لايك للصفحه بتاعت Egyptian Society of Oral Implantology علشان اول ما يبقى في لايف هتبقوا عارفين كمان من قبلها. فشكرا جزيلا واشوفكم على خير وتصبحوا على خير وما تقلوش في السحور.